تفقد الرئيس عبد الفتاح السيسي أعمال التطوير على امتداد طريق القاهرة السويس. وأوضح المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية أن الجولة التفقدية شملت الكباري التي تم إنشاؤها أعلى الطريق لربطه مع العديد من المحاور العرضية الرئيسية. تفقد السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي أعمال التطوير على امتداد طريق القاهرة السويس بما في ذلك الكباري التي تم إنشاؤها أعلى الطريق لربطه مع العديد من المحاور العرضية الرئيسية بدءا من الطريق الدائري الجاري تطويره حاليا والطريق الدائري الأوسطي. سيادتك يا فندم، مشرفنا في واحد من أهم الشرايين المرورية الرئيسية بالدولة واللي بتربط مناطق الشرق بباقي مناطق الجمهورية عن طريق مجموعة من المحاور الرئيسية العرضية اللي سيادتك أمرت بإنشائها وتطويرها، بدءا يا فندم من الطريق الدائري والجاري أعمال تطويره وتوسعته لتسهيل الحركة على المواطنين، ثم يا فندم الطريق الدائري الأوسطي واللي سيادتك بيربط كافة المناطق داخل إقليم القاهرة الكبرى، ثم يا فندم الطريق الدائري الإقليمي اللي بيربط مناطق الوجه البحري بمناطق الوجه القبلي، وبعد كده يا فندم محور وصلت أم قمر اللي سيادتك شرفتنا عليه من 3 شهور تقريبا واللي بيبدأ يا فندم من تقاطعه مع طريق الإسماعيلية الزراعي ثم الإسماعيلية الصحراوي ثم مرورا بوصلت طريق جنيفا ثم طريق القاهرة السويس الصحراوي ثم طريق القاهرة العين السخنة والربط على طريق المحاجر. كنت سيادتك أمرت يا فندم إن احنا نحرر الحركة المرورية على هذا المحور، وده تم بالفعل يا فندم عن طريق إنشاء كوبري تقاطع طريق القاهرة السويس مع محور أم قمر اللي سيادتك مشرفنا عليه واللي تم نحوه عمله بنسبة 100%. ثم بعد كده يا فندم طريق القاهرة السويس بيتقاطع مع محور 30 يونيو واللي بيبدأ يا فندم بيربط مناطق الساحل الشمالي بدءا من محافظة بورسعيد ومرورا بمحافظة الإسماعيلية ثم طريق القاهرة فايد ثم يا فندم طريق الإسماعيلية الصحراوي وطريق القاهرة السويس ووصولا لطريق السخنة يا فندم ومنه إلى طريق الجلالة حتى طريق الزعفرانة والربط على مناطق الصعيد. المحاور العرضية دي كلها يا فندم مربوطة بشبه جزيرة سيناء عن طريق مجموعة من الأنشاء لسيادتك أمرت بإنشائها وتطويرها. كذلك يا فندم ترجع أهمية طريق السويس في زيادة حجم التدفق التجاري والسياحي وزيادة حجم الاستثمارات، نظرا أن شبكة تطوير شبكة الطرق يا فندم هو المعيار الرئيسي في التنمية المستدامة لسيادتك دايما متأكد عليها. برضو يا فندم يعتبر طريق السويس هو محور الوصل الرئيسي لعديد من الموانئ المطلة على البحر الأحمر بدءا من ميناء السويس، ميناء الأدبية، ميناء العين السخنة وميناء شرم. لو اتكلمنا يا فندم عن وصف المشروع، مشروع إنشاء طريق القاهرة السويس يا فندم بإجمالي طول 109 كيلو متر بيبدأ يا فندم تقاطعه مع طريق النصر وحتى تقاطعه مع الطريق الدائري، ده المرحلة الأولى يا فندم بطول 7 كيلو متر. المرحلة الثانية يا فندم تبدأ من تقاطع الطريق الدائري وحتى تقاطع الطريق الدائري الإقليمي بطول 46 كيلو متر. المرحلة الثالثة يا فندم بتبدأ من تقاطع الطريق الدائري الإقليمي وحتى تقاطع وصلة نفق الشهيد أحمد حمدي. لا احنا خلصنا ده كله. اتفضل يا مش كده؟ خلصناه تمام يا فندم. عدا الجزء الأسمنتي، يعني أنت عملت الطريق الرئيسي لكن الخدمة لسه شغالين. تمام سيادة. مش كده؟ تمام يا فندم. احنا هنخلص امتى؟ بالنسبة للطريق الرئيسي يا فندم إن شاء الله احنا هنخلص ناوي الأعمال السطحية بالكامل بإذن الله بنهاية الأسبوع الجاي وهيبقى جاهز للافتتاح إن شاء الله قبل العيد. بالنسبة يا فندم لطريق الخدمة إن شاء الله الاتجاه القادم من القاهرة في اتجاه السويس بإذن الله 30 يونيو 30/6 الاتجاه القادم السويس فندم في اتجاه القاهرة خلال شهر أغسطس. يعني شهر 8 بإذن الله يا فندم. طيب أنا طالع عندك دلوقتي تمام. بس إن أنت عامل حاجتين للوصلة اللي جاية من المؤامرة. من المؤامرة تمام. لا مش هينفع خليها حضرتك كده يعني. أوامر الشيخ السوري يساعدك يعني. حاضر يا فندم. طيب اتفضل. الطريق قبل التطوير كان عبارة عن 3 حارة مرورية لكل اتجاه للطريق الرئيسي وجزيرة وسطى و2 حارة مرورية رصف أسفلتي. تمام سيادتك. ونظرا يا فندم للأحمال المرورية المتوقعة لصالح حركة النقل البضائع اللي هي مستخدمة في حركة التجارة الداخلية بين المحافظات بالظبط يا فندم أو حركة التجارة الخارجية اللي بتبقى مودية للموانئ يا فندم، لقينا إن احنا لازم نزود سيادتك الرصف الخرساني يتحول الطريق من رصف أسفلتي لرصف خرساني وزيادة عدد الحارات بتاعته ل3 حارة مرورية، وان هو يتحمل يا فندم بدل ما كان متحمل قبل التطوير 60 طن بقى بيتحمل 160 طن. ونفس الكلام للي جاي بالظبط رايح جاي حاجه بالظبط كده بالظبط. قابلنا سيادتك مجموعه من العوائق اثناء تنفيذ الاعمال من ضمنها يا فندم ابراج ضغط عالي كانت متعارضه معانا في المسار
وتم التنسيق مع وزاره الكهرباء يا فندم للقيام باعمال مناوره لفصل التيار الكهربائي بدون التاثير على شبكه الكهرباء اثناء تنفيذ الاعمال بتاعتنا، وفي نفس الوقت البدء في زراعه اعمده كهرباء جديده خارج حدود التطوير اللي ان شاء الله يا فندم برضه الطريق ده يا فندم بعد نهو هيساهم في تقليل الزحام المروري وتسهيل الحركه على المواطنين، مما يؤدي لتقليل لتوفير الطاقه وتقليل الانبعاثات الضاره بالبيئه. انت برضو دايما السؤال ده بساله للزملاء واحنا موجودين، قول لهم يا جماعه هل انتم شايفين بعد خدمتكم هنا شغلكم يعني تمام الكام شهر دول في حاجه ممكن نعملها بدل ما نعمل اعاده تمركز ثانيه او اعاده ان شاء الله فانا في الوقت الحالي احنا الحمد لله مغطيين ربط جميع المحاور الطوليه بالعرضيه مفيش مشكله ان شاء الله فانا بالعاصمه الاداريه بصفه الطريق السويس يعتبر المدخل الشمالي الرئيسي ليها، احنا دلوقتي ان شاء الله بنخلص المرحله الاولى في العاصمه الاداريه، بمجرد يا فندم بدء اعمال المرحله الثانيه هنبدا يا فندم ان شاء الله ندرس ونعرض على سيادتك امكانيه ربط المحاور العاصمه الاداريه بالمحاور طريق السويس بالمحاور العرضيه. طيب بالمناسبه اتفضل، وانا جاي بقى شفت المطار بتاع العاصمه. تمام سيادتك. فانا قلت بصوا عليه كويس وازاي نخليه ليه مدخل من عن طريق السويس، واذا كان محتاج ان احنا نعمل له لاند سكيب كويس. تمام سيادتك اتفضل. ندرسوه وتجهزوا له التخطيط وخليه يعمل. تمام يا فندم. برضه فن بعد سيادتك احنا الطريق السويس الواصله دي من الاقليم لحد وصله نفق الشهيد احمد حمدي كان فيها مشكله جامده جدا بتحصل في وقت الشتاء في السيول والامطار، فتم دراسه السيول لاعمال الحمايه من فتره السيول دراسه دقيقه عن طريق مكاتب الاستشاريه تم تحديدها من مكتب الشرعيه الهندسيه للقوات المسلحه، ونفذنا فندم عدد 16 بلبق صندوقي لاستيعاب كافه المياه المتوقعه تعدي تحت الطريق لمسافه لمده 50 سنه لقدام ان شاء الله باذن الله. اعمال ضبط الجوده للطرق يا فندم بتتم طبقا لمعايير جوده عالميه ومواصفات الهيئه العامه للطرق والكباري والكود المصري. هنا في المشروع يا فندم نفذنا او مخطط تنفيذ 4600 اختبار معملي للطرق، اتنفذ منهم لحد دلوقتي 3700 وجاري تنفيذ الباقي يا فندم ان شاء الله. ودي بعض وثائق الجوده ضبط الجوده الموجوده. شكرا. شكرا. شكرا.